وعودتكم بعد الفاصل وزي ما قلت لكم ان احنا حلقة اليوم حنصوروها خارج الاستوديو واللي هي عند سنتر سارة لتعليم فنون الكيك والحلويات. وزي ما قلت لكم ان احنا اليوم في سنتر سارة حنشوفوا حاجات جديدة وحنشوفوا وصفات جديدة. فأهلا وسهلا بك شيفة سارة زوي. أنا ستينا وأنا سناكي نحن في مكانك المتواضع وسلمك. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم إن في الحلقات القادمة إن شاء الله حيكونوا معنا متدربين طالعين من مركز سارة واخذين الخبرة من مركز سارة. وفي نفس الوقت إن في بعض الكافيات في بنغازي باسم موجود فيه حد طالع من سارة. فتوه حنشوفه مع بعضنا ونتعرفه مع بعضنا على الشيفة سارة الزوي. ومش حنقوله الشيفة سارة، حنتعرفه مع سارة العادية اللي هي سارة الزوي مع بعضنا. وحنشوفه الصنف اللي هي معطيتها لنا والضيف اللي حيكون معنا طالع من سارة، فحنشوفه مع بعضنا. فتوه حنخليكم وحنحكم مع سارة ونشوفه هي شنقدمت. وأنا وسهلا بك للمرة الثانية شيفة سارة. شن انت مقدمت لنا اليوم؟ وقبل ما تقولي رحبي بالناس المشاهدين ومتابعينك والطلبه اللي كانوا عندك اكيد يشاهدوا فيك توا في الوقت. مرحبا كامو، انا ستوني وسعيده انا بالحلقه عندنا انا. وان شاء الله يعني يكون مركز سارة قدم حاجه كويسه للمجتمع، وان شاء الله نكون افدنا يعني ناس واجد. كفايه ديما نحب نكون فد الناس عاملين على العمل سواء نساء او رجال. المركز بتاعنا دار مجموعه كبيره فوق 3000 شخص، منهم شباب الحمد لله 3/4 من سوق العمل. سعيده انا باللي وصلت له ونتمنى نكون كل يوم احسن يعني مش... من يوم اتمنى يكون مركز سارة كل يوم احسن. هي الفكره الجميله ان مركز سارة اهتم بطبقه الشباب وعلمت اكثر من شباب واجد اكثر من دوره. كم مثلا طلعتي دوره؟ في واحده من الدورات تقريبا مشهوره جدا في بنغازي واللي هي بنغازين وشيف. هذه كانت فري بلاك فوسي، يعني اول دوره كانت بلاك فوسي، وهذه يعني كانت من مركز سارة قدمتها للشباب العاديين، يعني مش مثلا حد مثلا راقد ريح او كذا، قدمتها عادي للشباب عادي بدون اي مميزات. اختارت بعض الشباب عاديين جدا وقدمت. اها أدي من طبقة أطفال الصدرات الفيديو نحييها صراحة ويحب ديما يشجع الشباب. فلما جاتني الفكرة هذه دويتها على طول، قال لي خلاص حنبدا نختار. اخترنا شباب عنده فكرة بسيطة في الموضوع هذا، فالحمد لله يعني نحن زدناهم علم في الموضوع هذا والحمد لله توفقوا ما شاء الله. وحتشوفوا معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله متدربين طالعين من مركز سارة، حتشوفوا بروحكم كيف حيقدموا صنف، في اللي قدم صنف حلو وفي اللي قدم صنف مالح. للعلم ان في ناس كنا نحن هم حيجوا معنا في البرنامج باسم سارة بس ما حالفهمش الحظ لسبب ظروفهم، فنقول لهم ان شاء الله في شهر رمضان القادم حنستضيفوكم وحنديروكم برنامج وحيكون في مركز جديد ان شاء الله، اللي هو ان شاء الله حيكون بشهاده كبيره جدا وحتكون في اعتماد وحيكون في شغل اكبر من هيك. مش حتقول لكم عليه تو سارة بس حنخلوه مفاجاه. فتو حنشوفوا من سارة المكونات بتاعتنا شنو والوصفه بتاعنا اليوم شنو، اللي هي طبعا حتكون سهله بس حتاخذوها باساسيات جيدة وممتازة وخطوة بخطوة. فتوى حتقول لنا سارة أنت شنو مجهزتينا اليوم؟ عشان احنا في رمضان فحابة ان احنا نديروا تمر الملبس ما شاء الله. أكثر حاجة عندنا عليها بيع وخدمة في رمضان هي التمر الملبس. تمام، فحنديروا لكم فكرة بسيطة وحنعطوا الأفكار وأفكار نجاح التمر. هو التمر الملبس طبعا يشيلوا فيه حتى في الدوافع وكذا. حتى في الافراح قاعد ندير الشوكولاته. وحتى الناس اللي ما تحبش التمر هيك حيحبوا التمر لان فيه شوكولاته وفي حشوه. وحتى الاطفال يعني بكثر ان الاطفال ما يحبوش التمر، فلما يديروا لهم فيه حشوه وكذا حيكون داني. فتو حنعرف المكونات شنو وحتقول لنا الشيفه ساره قاعدات قدامها اللي هن طبعا تمر. احنا اول حاجه حيكون عندنا ضروري يكون عندنا تمر ديكلا نوعيه كويسه. تمام. نحن عندنا تمر الحمد لله بلادنا تمر صحي اكيد ما يكونش تمر سايح واجد ولا معسل واجد، يكون تمر ديكلا درجه اولى. تمام. نحن انواع التمر عندنا ما شاء الله يعني كويسه اكيد. الحشوات حنستخدم البروتين اليوم، حنستخدم
نشأة القصة، هنستخدم جوز هند وحليب محلل هنستخدم ياباني، وحنكون هنا نحطه مع النوتيلا نحط معها لوز خزين. حلو لوز خزين فوايدة مرة. اها جميل صح. خففت النوتيلا بشوية قشطة اللي حنلبس التمر بالشوكولاتة. الشوكولاتة ضروري تكون شوكولاتة نوعية كويسة. مثلاً لما تكون شوكولاتة مش نوعية سمحة مش هتعطي الشكل اللي كويس المنظم للتمر، مش هتعطي الطعم الجميل. فأنا أفضل ديما الأوفاليتي اللي بصراحة جميلة جداً. وانا نقول لكم حاجه، يعني اليوم ساره حتقدم لكم نوع التمر هذا للناس، زي ما شايفين في برنامجي ان في عندنا فقره خاصه بالناس اللي عندها حساسيه الجلوتين اللي هم حساسيه الشعير، يقدروا يستخدموا وصفه ساره اليوم، لان جميع اللي استخدمتها ساره كلها مسموح، النوتيلا مسموحه، القشطه مسموحه، نوع الشوكولاته هذا مسموح للناس اللي عندها جولدن فري، نوع الشوكولاته هذا مسموح برضو، حتى هو المكسرات كل المسموحات، يعني كل المكونات اللي استعملتها اليوم سارة مسموحة، فتقدروا الناس اللي عندها حساسية تستعمل وصفة سارة. فهذه بس أنا حبيت ننوه عليها عشان تعرفوها أنتم. فتو حنشوفوا مع بعضنا كيف حتكون الخطوات بتاعت التمر اللي هنا طبعا ولا أروع، أنا شفتها قبلكم وجاهز، بس تو حنشوفوه مع بعضنا. هو طبعا تفتح التمر الثين وتحوت البذر اللي فيها تمام، تأكد ان هي ما فيهاش اي سوس ولا اي شيء، تبدأ تحط التمر. كل ما تجي التمر شكلها كبيرة وسمحة تحطها. باهي انا عندي هيك معلومه انك انت سافرتي في تونس، شاركتي في مؤتمرات، هل المؤتمرات هذين كانت خاصات بالمركز او أنا عندك أنا حياه خاصات بالمركز؟ هي يعتبروا فيها في مؤتمرات يعني تونس ومصر وهيك، اللي انا رائده اعمال يعني اني انا بس نغير ينقوا عليك يعني. لا والله ان احنا انا ديما نشجع ان مش كل حاجه العمل العام، تمام، انا نحب ان يكون كل واحد عنده عمله ورائد في عمله. فانا مصنفه من رواد الاعمال في مجالي هذا، فديما لما يجني عزايم على السفارات ولا المؤتمرات برا يكلم فيها كرائد اعمال فيها في مجالي. ما شاء الله الحمد لله. فانا يعني انا اسعد لما نكون انا رائدة اعمال في المجال هذا يعني. لا ان شاء الله ربي يوفقك ونشوفوك نجمة لامعة في مجال الطبخ ومجال المرأة الحديدية زي ما نقول، اللي هي ديما تشتغل وديما انا ديما نحس ان حتى كلمة شيف بدون تنسى كلمة كبيرة علي. لا لا بالعكس، لا بالعكس هذا تواضع منك بس يعني لا اكثر ولا اقل. العكس ان في ناس لما يقولوا ما تقولش يا شيف يزعل يعني، وهو ما عندهش اصلا بالضبط. اي اللي كنت نحكي فيها امس في ناس تلقاهم محدودين يعني، يقول لك انا شيف، كلمه شيف راهي مجال كبير واجد، مجال كبير واجد. انا عندي خمس شهادات، ثمان شهادات بعد ما شاء الله الحلويات مقسمات من مصر، في واحده منهم بريطانيا. ما شاء الله يعني ما شاء الله. لما ما قلتش روحي شيف الا لما حتروحي لي نستاهل. لا ما شاء الله، يعني هذين خمس شهادات او ثمان شهادات زي ما قالتكم الشيفه ساره، هذين بروحن يثبت ان، وغير هيك ديما راهو انا اقول لكم حاجه، الشيف مش بشهادته، الشيف بشغله، زي ما نحن عرفنا الشيف بموسى وكشيكا وبمكوناته وبالنفس بتاعه. ففي اللي هو مش شيف بس يدير لك الحاجه السمحه ويطلع لك الصنف الجميل. فزي ما قلت لكم انا احب ديما الانسان يكون عنده بصمه في حياته، مش الحياه مش كي. انا ديما يقولوا لي انت ديما توقفي مع الشباب، ديما توقفي مع البنات، الحاجه هذه حاجه كويسه في الواحد يكون عنده. اكيد حاجة اكيد اللي يصب يعني مع الناس ربي يرعاوي. فالسيجار اللي وصل خزيني، انا نحب ان نستخدم الكيس الحلواني، نحس فيني نظمه في الشغل. اكيد صح واجب، ما نحبش الشغل يكون بالكشيك وهكي، نحس ان لما يجي الشغل بالطريقه هذه. والكيس هذا تقريبا ال 100 ب 10 جنيه ولا 3 جنيه مازال. وانا اي حاجه استخدمها ولا فيها نحب. يعني هذا بتاع اشتغلي وواحد خلاص. ايوه لا اغسل ولا تعب روحك ولا شيء. ايوه فزي ما قلت لكم وزي ما شفتوا معايا الشيفه ساره، او حنقولوا ساره عشان نحن مش حنقولوا شيفات وكذا، فهمتوا؟ ففي ناس ممكن تفهمنا غلط، صح، حنقولوا ساره على طول عرفت. فتوا ساره حتورتكم المكونات بتاعتها وورتكم قصه التمر كيف الطريقه بتاعها. طبعا حيكون حشو عادي، وحتحشي لنا هي توا كم واحد وحنشوفوه مع بعضنا. في نفس الوقت منين جاتك فكرة مركز سارة؟ منين جاتك فكرة مركز سارة؟
مركز سارع أنا هاوية للشغل، ما شاء الله شغل المطبخ والحلويات وكذا. فتخرجت أنا بكالوريوس محاسبة جامعة يونس، ما شاء الله خرجت الحب وحشوتي كيف بالمرة. أها تمام شكرك. تمام فتخرجت ما حصلش تعيين، خرجت في 2011. هذه قصة تعيين، هذه قصة تعيين، هذه قصة شيلة بكرة. فالجملة اللي نحكي فيها حتى في لقاءات وكذا إن الناس ينسوا موضوع التعيين. فشو ندير؟ فتخرجت وبعدين لقيت روحي عندي يحب يحشيها. قعدت 4 سنوات وأنا في الحوش ما نديرش ولا حاجة، فحبيت إني ندير شغل خاص. الفكرة كانت إني ناحية نتعلم شغل كيكات وبعدين نبدأ نبيع. حسيت إن نحن هنا في بنغازي ما عندناش المراكز تدريب، كل الحوش كل المطبخ عندها في الحوش، ما هنش يعني ما نحبش نقلل منهم، بس مش حد كان قد إنه هو يفتح مركز. تمام. جات فكرة انك انت فتحتي مركز، ان شاء الله بالتوفيق، ومركزك يشهد له بانه هو طلع كوادر، واللي هو طبعا توه نحن حنستقبل الضيف الثاني اللي معنا واللي هو كادر من كوادر 70 لسارة، ما شاء الله 100 وحاجة، ما شاء الله الله أكبر. ربي إن شاء الله يوفقك ويزيدك، وأنا تمنيت أني أنا ناخذ دورة في مركز سارة ونطلع من مركز سارة، ولو أني أنا واخذ من برا. فتوى حنطلعوا فاصل، وبعد الفاصل حنرحبوا بضيفنا اللي هو من مركز سارة. ففاصل ونواصل.